نحييكم مشاهدينا إلى بانوراما هذا المساء ونناقش فيها. الكشف عن اجتماعات أمريكية إسرائيلية لبحث خطة بديلة إذا لم تعد إيران للاتفاق النووي، فهل يمكن توقع الخطوط العريضة لهذه الخطة؟ وهل منحت واشنطن ضوءا أخضر للتدخل العسكري الإسرائيلي إذا لزم الأمر؟ كذلك في بانوراما هذا المساء، موسكو تعرض على واشنطن استخدام قواعد عسكرية روسية في آسيا الوسطى للرد على أي تهديدات إرهابية محتملة في أفغانستان، فما مدى جدية العرض الروسي وما احتمالات الاستجابة الأمريكية وما تأثير ذلك على دول أخرى مثل أوكرانيا أو تركيا؟ إذن عقد اجتماع بين مسؤولي الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي، ناقشوا خلاله ما يجب فعله إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق النووي، وذلك في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري. وفق ما كشف موقع تايمز أوف إسرائيل، المحادثات السرية ركزت على خطة بي غير محددة. ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الاجتماع كان الأول الذي تعقد فيه مجموعة استراتيجية ثنائية خاصة تهدف إلى التعاون لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي منذ أن تولى نفتالي بنت وحكومته السلطة في يوليو الماضي. وكان المتوقع أو كان موقع أكسيوس الأمريكي أكد صحة هذا اللقاء وكشف أن الاجتماع الثنائي عقد عبر مكالمة جماعية عبر الفيديو بقيادة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي إيال هولاتا. متحدث باسم البيت الأبيض قال إن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في المشاورات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية حول مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحدي الذي تمثله إيران، كما نقل موقع أكسيوس. في السياق ذاته، كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية في وقت سابق لشبكة CNN، كشف أن واشنطن لن تنتظر طويلا عودة طهران إلى المحادثة النووية وتعمل على خطط طوارئ بديلة تحسبا لرفض إيران العودة إلى المحادثات النووية. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه لا إشارة إيجابية من إيران حول العودة إلى المحادثات قريبا، وأن رغبة أمريكا في التفاوض مع إيران لن تستمر إلى الأبد كما قال. وفي أول رد فعل إيراني على التصريحات الأمريكية، عادت طهران لتعلن استعدادها لاستئناف المحادثات قريبا، وفق وزير الخارجية الإيراني الذي دعا إلى عودة كاملة له، منتقدا استمرار العقوبات الأمريكية التي حاولت إيران رفع بعضها قبل العودة للتفاوض. وفي لقاء مع العربية، أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة جوي هوت أن سبب عدم إحراز أي تقدم بخصوص الاتفاق النووي يعود كما قال للجانب الإيراني. يجب أن يطرح التساؤل على الإيرانيين عن سبب عدم إحراز تقدم بخصوص مفاوضات فيينا. بصراحة نحتاج إلى معالجة المخاوف التي تساورنا بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. وإذا حصلت إيران على سلاح نووي فسيكون ذلك أكثر خطورة. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة البرنامج النووي إلى مسار مدني، ونريد معالجة هذه القضايا مع إيران. ونناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من تل أبيب المحلل العسكري إيال عليمة، ومن واشنطن دوغلاس أوليفانت الخبير العسكري وكبير الباحثين في معهد دراسات السياسة الخارجية. أهلا بكما، واسمح لي أن أبدأ من تل أبيب معك سيد عليمة لفهم ما كشفه هذا الموقع، إلى أي مدى مبدئيا هو دقيق؟ كشفه موقع تايمز أوف إسرائيل وأكده أكسيوس الأمريكي، وإن هو دقيق هذه المعلومات، ماذا في تفاصيل إضافية؟ أولا هو دقيق، بمعنى أن إسرائيل تستغل في هذه المرحلة
التردد الإيراني وعدم إعلان إيران عن عودتها للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي، وإسرائيل تستغل هذا الموقف الذي يلعب لصالحها لإقناع الإدارة الأمريكية للتوجه إلى خيار آخر أو ما يسمى بخيار بي، بمعنى أن إسرائيل ترفض منذ البداية العودة إلى الاتفاق مع إيران، وذلك خلافا لموقف الإدارة الأمريكية. في هذه المرحلة إسرائيل تقول للإدارة الأمريكية إيران لا تريد العودة إلى الاتفاق، فما هو الخيار؟ لذلك تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بالتوجه على الأقل إلى خيارات أو إعداد خيارات أخرى في حالة رفض إيران العودة إلى. وهل تقرر إعداد شيء آخر؟ يعني تسرب شيء سيد عليمة؟ مرة أخرى؟ تقرر شيء آخر؟ قلت إنه الجانب الأمريكي يحاول إقناع الجانب الإسرائيلي يحاول إقناع الجانب الأمريكي بأنه إذا لم تعد إيران للاتفاق النووي يمكن أن يكون هناك بلان بي أو بلان بي أو بديل آخر. هل تقرر شيء؟ تسرب شيء بهذا الخصوص؟ لم يتقرر شيء في هذه المرحلة. هناك أولا تباين بين المواقف الإسرائيلية والأمريكية. الحقيقة بأن إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية والتوجه إلى ما تراه الخيار المناسب بأن يكون الخيار العسكري بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، ولكن هذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية تقبل هذا الموقف الإسرائيلي. صحيح هناك جهود إسرائيلية، وعلى هذا الأساس كانت هناك لقاءات على أرفع المستويات مع رئيس هيئة الأركان، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، وبالتالي هذه اللقاءات على مستوى مهني تتواصل من ناحية إسرائيل. هذه الجهود مستمرة، ولكن هذا لا يعني بأن الإدارة الأمريكية تقبلت أو توافق على الموقف الإسرائيلي. نعم نعم. سيد دوغلاس، ما دلالات توقيت هذا الاجتماع؟ لماذا هذا الاجتماع يأتي في هذا التوقيت وهو أول اجتماع مع حكومة بنت، وبالنظر لكل التغيرات التي أو الترتيبات أو الحسابات الجديدة التي تعيشها المنطقة والعالم، لماذا يأتي في هذا التوقيت بالتحديد؟ أعتقد بأن التوقيت يمكن أجيب عنه من خلال سؤالك. هناك تفاصيل هامة جدا، مثلا إدارة بايدن جديدة نسبيا وإدارة بنت جديدة جدا، فكان هذا هو الوقت لهاتين الحكومتين لأن تلتقيا للتحدث عن الاحتمالات الممكنة. ألا يجب أن يكون هنالك نوع من عودة إلى شيء يشابه الاتفاق النووي؟ ولكن هذه الاحتمالات كلها غامضة جدا إلى الآن. لما تقول شيء يشبه الاتفاق النووي، يعني هناك تصور أمريكي سيد دوغلاس العودة للاتفاق النووي كيف وبأي شيء بأي شكل بأي آلية؟ المشكلة هي أنه لا يوجد تقارب كبير بين الرؤية الأمريكية ناهيك عن الرؤية الإسرائيلية مع الرؤية الإيرانية. بلا شك أمريكا تعرف ما تريده، تريد خطة عمل شاملة متكاملة زائد أشياء جديدة أي الاتفاق القديم، إضافة إلى شيء يشمل التكنولوجيا الصاروخية ودعمهم للجماعات المختلفة في المنطقة. ولكن لا نعرف ولا يبدو بأن إيران لديها أي رغبة بفتح هذه الملفات حاليا، ولذلك يبدو بأن حتى الموقف الأمريكي عالق مرة أخرى مع وجهة نظر إيران ناهيك عن وجهة النظر المحافظة لدى الإسرائيليين. نعم سيد علي، ما قلت منذ قليل بأن الجهة الإسرائيلية تحاول إقناع الجهة الأمريكية، ما أدوات الإقناع؟ ما الخطوط الحمر التي لن تقبل إسرائيليا؟ من ناحية إسرائيل فإننا نتواجد في الخطط الحمراء التي حددتها.
استمعنا إلى تصريحات رئيس الوزراء أمس أمام منصة المجلس العام للأمم المتحدة، حيث تحدث عن خطورة الموقف وعن توجه إيران إلى إنتاج الأسلحة في مواقع سرية. من ناحية إسرائيل، الوقت حان للقيام بخطوات لماذا حان الوقت؟ يعني ما الذي تغير؟ هذا هو سؤالي سيد عليمة، لماذا حان الوقت في هذا يعني في هذه المرحلة بالتحديد؟ ما الذي تغير؟ هل تغير طول انتظار أو أن هناك عوامل أخرى دفعت بإسرائيل للتحرك بسرعة متجهة للجانب الأمريكي؟ منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق مع إيران، إيران شرعت باتخاذ بعض الخطوات كان الهدف منها التحاور أو مع الولايات المتحدة عن طريق انتهاك الاتفاق الموقع معها، ولكن النتيجة هي تخصيب كميات كبيرة من اليورانيوم. الاعتقاد وفقا للتقارير الاستخباراتية بأن لدى إيران الكمية الكافية من اليورانيوم المخصب التي تمكنها من إنتاج القنبلة لأغراض عسكرية. كذلك هناك خلافات بين الجهات الاستخباراتية، ما هي الفترة التي تحتاجها إيران لإنتاج الأسلحة النووية؟ ولكن الاعتقاد من ناحية الدوائر الاستخباراتية في إسرائيل بأنها إذا ما قررت إيران التوجه إلى إنتاج القنبلة فإنها تستطيع أن تنفذ ذلك خلال أشهر فقط، وهذا ما يقلق إسرائيل، ولذلك ترى أن الوقت قد حان للقيام أو اتخاذ الخطوات. ومع ذلك يجب القول أن إسرائيل وحيدة بهذا الموقف، بأنها بمعنى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يوافقان على هذا الموقف الإسرائيلي. نعم سيد دوغلاس، عطفا على كل ما قاله ضيفنا من تل أبيب وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، ما حدود قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على التحرك غير أنها تدعي في كل مرة إيران إلى الالتزام بالقوانين الدولية، إلى محاولة العودة للاتفاق النووي؟ هل قادرة فعليا الولايات المتحدة الأمريكية على أن تتحرك وكيف؟ في هذه المرحلة وبعد انسحاب من الاتفاق النووي فإن الخيارات تبدو محدودة جدا. هناك مسألتان هامتان يجب أن نتذكرهما. أولا، إيران دولة كبيرة جدا، ونحن والإسرائيليون نعرف بعض المواقع السرية، ولكن لا يمكن أن نكون على ثقة من معرفتنا بمواقع كافة المواقع السرية. كما من المهم أن نتذكر لا نعرف إلى أي مستوى وصلت التكنولوجيا النووية. الولايات المتحدة استخدمت أول قنبلة ذرية قبل 50 عاما قبل استخدام الرقاقات الدقيقة، فهي ليست صعبة البناء، ليسوا بحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة جدا. مرة أخرى، الولايات المتحدة والسوفيت قاموا بها في الأربعينات والخمسينات القرن الماضي قبل حتى الكمبيوترات. فسيكون من الصعب جدا في دولة كبيرة مثل هذه مثل إيران للعثور على كافة المواقع والتي تستخدم تكنولوجيا ابتدائية يمكن أن تستخدم لبناء قنابل ذرية أو نووية. وكما قال ضيفكم، نحن نؤمن بأن إيران على بعد أشهر من تمكنها من بناء قنابل نووية، ولكننا سمع ذلك منذ عدة أشهر، فربما هي وصلت هذه المرحلة أصلا. وصلت إلى إمكانية إنتاج قنبلة نووية. على كل سأعود لكما ضيفي بخصوص هذه النقطة، لكن بعد التذكير ببعض الملفات ذات الصلة، حيث شددت مشاهدين الولايات المتحدة في الاجتماع الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه يجب على إيران منح الوكالة حق الوصول إلى مكان تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم، وذلك لإعادة تركيب الكاميرات وفقا لما تم الاتفاق عليه هذا الشهر، أو مواجهة إجراء دبلوماسي من قبل المجلس.
ودعت واشنطن إيران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب دون مزيد من التأخير، كما أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستدرس الرد المناسب في حال عدم تجاوب إيران. وكانت الوكالة الدولية أفادت بمنع مفتشها من دخول منشأة كرج الواقعة قرب طهران فيما اعتبرته مخالفا لتفاهم أبرم مع إيران هذا الشهر للسماح باستبدال معدات مراقبة. وقالت إيران في وقت سابق إن منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لا يشملها التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. خلال مشاركته في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن إيران تجاوزت كل الخطوط الحمر، وشدد على أن إسرائيل لن تسمح لطهران بالحصول على السلاح النووي. على مدى السنوات القليلة الماضية حققت إيران قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال البحث والتطوير النووي. برنامج الأسلحة النووية الإيراني يمر بنقطة حرجة، لقد تجاوزت كل الخطوط الحمر وتجاهلت عمليات التفتيش، وثبت أن كل تفكير قائم على التمني خطأ كبير، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. أعود مجددا إلى ضيوفي سيد علي. ما لما يقول بنت إيران تخطت الخطوط الحمر، ما بوسع إسرائيل فعله غير محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ الواقع هذا ما يقلق إسرائيل. إسرائيل في ضائقة حقيقية، لأنها لا تستطيع ولا ترغب في التوجه إلى عملية عسكرية منفردة في إيران. أولا لأنه من الناحية العسكرية رغم القدرات المتوفرة للجيش الإسرائيلي، مثل هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل من تدريب القوات، بناء القدرات الملائمة، القيام ببعض الخطوات التي تحتاج وقت لإعداد القوة العسكرية الملائمة. من الجانب الثاني، ليس من الواضح إذا ما كانت لإسرائيل القدرة على القيام بمثل هذه العملية بشكل منفرد. لذلك لكن يناقش هذا سيد علي ما أتيت على ذكره، يناقش داخل أسوار المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، هناك إمكانية إن لزم الأمر لذلك؟ أولا الموقف الإسرائيلي الرسمي يقول ويقضي، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي قد صرح بذلك، بأنه أوعز إلى إعداد الخطط لاتخاذ كل أو لتنفيذ الخيارات العسكرية. ولكن بين ذلك وبين عمليا التوجه إلى عملية عسكرية منفردة هناك فرق كبير. إسرائيل لا تستطيع في هذه المرحلة عسكريا وسياسيا التوجه إلى خطوة أو عملية عسكرية منفردة، لذلك تحاول إقناع الولايات المتحدة على الأقل أن تدعم العمليات الخفية التي تقوم بها إن لم تتوجه إلى عملية عسكرية مشتركة. ربما من ناحية إسرائيل الخيار المفضل قد يكون تشكيل ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن هذا الاحتمال ضئيلا للغاية في هذه المرحلة. ضئيل، ولطالما كان مرفوض من الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل كانت تتجنبه في كل تصريحاتها الرسمية. سيد دوغلاس، مع تجنب الولايات المتحدة الأمريكية الدخول في أي تحرك عسكري أمام إيران، وعطفا على ما قلته منذ قليل بأنه قد تكون إيران أساسا جهزت ما يمكنها من إنتاج القنبلة النووية، ما الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تعد إيران للاتفاق النووي بالشكل الذي تريده واشنطن؟
هذه المعضلة التي تواجه أمريكا نفسها في وسطها بعد أن تركت الاتفاق. الخيارات على الطاولة محدودة جدا، وأعتقد بأن هذا هو السبب الذي دفع إدارة بايدن أو تدفعها للتوصل إلى اتفاق جديد على الرغم من الاعتراض الإسرائيلي. ولكن إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، ماذا يفعلون؟ المزيد من العقوبات؟ لا أعتقد بأن الأمم المتحدة ستتفق عليها، لا روسيا ولا الصين ستؤيدان ذلك. فبكل بساطة ستكون عقوبات أحادية من الولايات المتحدة، وعلى الرغم من استخدام الدولار كسلاح، ولكن يمكن أن يتم تجاوزه من قبل روسيا والصين أو شركات حتى هندية والتي لها وجهة نظر مختلفة ولا ترى الحاجة لعزل الإيرانيين بنفس الطريقة التي ترها أمريكا وإسرائيل. فالولايات المتحدة لديها أدوات محدودة جدا ما لم ترغب بفعل كل ما بوسعها لخوض حرب أحادية ضد إيران، وأؤكد لك أن لا أحد يرغب بذلك. مع هذه الإمكانيات المحدودة كما وصفتها، ومع الابتعاد ومحاولة الابتعاد عن الخيارات العسكرية، سيد علي، ما الجديد؟ ما هذه الخطة بي أو الخطة البديلة التي ناقشها مسؤولون أمنيون من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إسرائيل؟ يعني هم ناقشوا مخاوف أو ناقشوا إمكانية تحرك فعلي؟ لا، يبدو أن إسرائيل واقعية، بمعنى أنها تدرك بأن الولايات المتحدة غير معنية ولا ترغب في هذه المرحلة بالتوجه إلى عملية عسكرية في إيران. مع ذلك هناك بين عدم القيام بأي خطوة والتوجه إلى معركة عسكرية، هناك خيارات أخرى. من ناحية إسرائيل على الأقل ترغب بأن يكون هناك ضوء أخضر أمريكي للعمليات الخفية التي تقوم بها خلال الفترة الأخيرة، إذا ما كانت هجمات السايبر أو وسائل أخرى. وهذه النشاطات المنسوبة لإسرائيل، إسرائيل ترغب في أن تواصل على الأقل هذه العمليات وأن تحظى بموافقة أمريكية. وإن كانت الولايات المتحدة قد عادت إلى الاتفاق مع إيران، هناك علامات استفهام كثيرة. إذا ما تقرر في نهاية الأمر العودة إلى الاتفاق، هل تقبل واشنطن أو تسمح لإسرائيل بالقيام بمثل هذه العمليات؟ يبدو أن هذه القضايا التي المطروحة حاليا على جدول الأعمال والمحادثات. طيب، لكن سيد علي، قبل المرور إلى ضيفي سيد دوغلاس، سيد علي، دائما لما نتحدث عن العودة للاتفاق النووي نتحدث عنه برؤية أمريكية، لأن إيران تريد العودة له، لكن كما وقع في 2015، وأن تلتزم واشنطن برفع كل هذه العقوبات. وأفهم منك بأن إيران ترفض هذه الفكرة تماما، كذلك إسرائيل ترفض هذه الفكرة تماما. سيد عليمة، السؤال موجه إلي طبعا عن إسرائيل ورؤيتها وفكرتها في إمكانية عودة إيران للاتفاق النووي باشتراطاتها. صحيح، إسرائيل ترفض منذ البداية، رفضت الاتفاق مع إيران. هناك بعض الأصوات داخل إسرائيل التي رأت بأن كان الموقف هذا كان خاطئ، بمعنى أنه إذا ما استمر التقيد بهذا الاتفاق ربما لم تتمكن إيران من الحصول على القدرات التي حصلت عليها منذ انسحاب ولاية ترامب من الاتفاق. ولكن من ناحية طيب، وضحت الفكرة سيد دوغلاس، لأن الوقت انتهى تقريبا. هل بما تقدمت به منذ قليل من تحليل لهذه العقوبات الأمريكية تنقل لنا فكرا قناعة الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بعدم جدوى هذه العقوبات، أو أنها كانت وسيلة في وقت من الأوقات أو في مرحلة من المراحل؟ الولايات المتحدة بلا شك تستغل العقوبات كثيرا، استخدمتها في هذا الحال، استخدمتها ضد العديد من الدول حول العالم مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وغيرها. المسألة المعقدة
تكمن في بعد تفعيل العقوبات، من الصعب زيادتها الإيرانيون. نكر استخدام الدولارات، وهذا سلاح قوي جدا في وجه الإيرانيين، ولكنه موجود أصلا. حرمناهم من استخدام الدولار، والآن كيف نعزز العقوبات مع أن الحجم أصلا مثلا وصل إلى حد 9 من 10؟ بقي لدينا مجال قليل جدا لزيادة الضغوطات من خلال العقوبات، أغلبنا يؤمن بأن هذه الاحتمالات محدودة جدا. فهذه الأداة استخدمت أصلا وتركتنا للقول ماذا بعد. هي استخدمت بالأساس سيد دوغلاس لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تضغط داخليا، أن تحدث أزمة اقتصادية داخلية، وأن تمنع إيران من حصولها على القنبلة النووية، لكن تقول بأنها قادرة أن تحصل، وبالداخل لم يحصل شيء غير يعني مظاهرات متفرقة. وبالتالي هل يمكن القول بأن واشنطن فشلت؟ تاريخ العقوبات ليس جيدا جدا. فرضنا عقوبات ضد كوبا ل70 عاما، كوريا الشمالية نفس الوقت تقريبا، عقوبات ضد العراق 12 عاما من التسعينات لغاية 2003، كلها لم تحقق الكثير. فليس واضحا إن كان فرض العقوبات على أي دولة، أن صحيح أن العقوبات تؤذيهم، ولكن لا يوجد دليل على نجاحها في تغيير السياسات. شكرا جزيلا لكم ضيفي من تل أبيب، المحلل العسكري أيال علمة، ومن واشنطن دوغلاس أوليفانت، الخبير العسكري وكبير الباحثين في معهد دراسات السياسة الخارجية. شكرا لكما.